كملين معكم بصباحنا ليا. قديه اليوم بتحلمي او بتتمني انك تقدري تقري الشخص اللي قدامك؟ شو عم بفكر؟ شو ناوي لك؟ ما بحلم، ما بتمنى، لانه انا بقدر اقراها. برافو، معناتها يا قصه انه عندك قرياني كثير عن لغه الجسد، او ممكن بتعلق في، بيقولوا انه في حواس اضافيه، بس اليوم نحن قديه بحاجه لحواس فوق حواسنا بهذا الظرف وبهذا المجتمع الجديد اللي عم نعيشه لنقدر نفهم انفسنا قبل ما نفهم الناس اصلا. يعني اليوم عم نحكي عن لغه الجسد يلي هذا العلم من خلاله قادرين انه نتعرف على الشخص اللي امامنا من لغه جسده، حركات ايديه، ابتسامته. حتى الابتسامه بيقولوا في ابتسامه كذابيه وابتسامه بتطلع من القلب. اكيد هدول القصص والمعلومات رح نتعرف عليها مع الدكتوره غاليه البغدادي يلي حتعرفنا اكثر وتحكي لنا اليوم، بس ما تكشفينا شو عم من لغه جسدنا ابدا اليوم. غاليه بدي اقول لك صباح الخير، حضرتك خبيره بعلوم الطاقه ولغه الجسد. حبيبه قلبي يسعد لي صباحك. صباح الخير غاليه. يعني كثير بيقولوا انه عندي الحاسه السادسه بمعرفه الناس، حسيت انه هذا الشخص ما انه مريح، ما عنده كاريزما، ما حبيت اسلوبه، ما حسيته فهمان. كثير من المشاعر بتتراود الانسان قبل ما نغوص بلغه الجسد، وقبل ما نحكي يمكن كيف فينا نحن من لغه الجسد نعرف الاحساس يلي داخلنا كيف بيكون، كيف فينا ننميه، كيف ليش في عندنا حاسه انه هذا الشخص ما انه مريح. تماما، بجوز تطلع خاطئة بعد فترة. تماما. هلا شوفي، لا، في اشخاص بالفعل بيكون عندهم الحاسة السادسة كثير قوية. هلا الحاسة السادسة بتختلف عن لغة الجسد تماما، يعني ما لها علاقة. هلا هذا بيكون احساس داخلي عند الشخص. هلا في اشخاص نحن بنقول كخبراء بعلم الطاقة بنقول لك هذا الشخص عنده روحانية، يعني عنده شيء روحاني. كيف بنعرفه؟ بنعرف من اشياء معينة بتكون موجودة، يعني من مواليده، من برجه، من الاسم، بنعرف انه هذا الشخص عنده روحانية. واحيانا يعني بيجي الشخص بأنه مثلا بيحس بأمور أو منامه بيصدق أو كذا، فنحن لما بنكون عم نتبحر معه ونحكي معه بنعرف أنه هذا الشخص الإحساس عنده بيكون جدا عالي. أما بالنسبة للغة الجسد، لغة الجسد هي مختلفة تماما. لغة الجسد هي بتشتغل على تقنية معينة اللي هي بتكشف الأشخاص اللي حوالينا، تمام؟ إذا كان نحن خبراء بلغة الجسد وعم نشوف شخص مثلا ممكن يكون عم بيكذب، ممكن يكون مثلا حدا ما له منيح بالحياة، هو عم بيوحي لك من لغة جسده انه هو ما نو هيك. يعني هي عبارة عن بتقوي او بتعطي لغة الجسد الشيء اللي انت عم تعطي او عم تحكي، بتعطيه الاشارات اللي انت عم تشتغلي فيها، بتعطيكي او بتصدقي او ما بتصدقي، بتصيري بتفوتي معه بتصدقيه ممكن، وممكن هو يكون حدا كتير قوي لدرجة انه هو عارفان شو عم بيعمل تماما. يعني الشيء اللي عم بيحكي ما له علاقة بلغة جسده أبدا. وفي عنا أشخاص تانية بتحسي إنه هي ما بتعرف، ما لم تدربي على لغة الجسد، فشو اللي بيصير عندها؟ إنه هي عم تحكي لك وعم تقول لك إني أنا كذا وأنا كذا وأنا، بس عقل الباطن ما عم بيستوعب إنه جواتنا شو عم بيقول لك عقلك الباطن، إنه أنت مانك هيك. فشو بيصير بيعمل؟ بتصير بتعمل أنت إشارات بإيديك بتكشفك، عرفتي كيف؟ تعملي انت اشارات بالايدين، فبتصيري انت انه بتكشف الشخص يلي هو حواليكي. فانت من هون بتصيري بتقري لغه جسده، بيكون الشخص تقريبا مكشوف عندك فينا نقول 40% من حركاته. يعني فيك تكشفي كثير قصص من حركاته، واهم حركه اللي هي من اول ما بيدخل لعندك طريقه سلامه، وفينه حتى من لغه جسده يوصل لك رساله معينه بدون ما يحكي، من طريقة سلامه، من طريقة حكيه، من طريقة النظرة يلي هو عم بيطلع فيها، ممكن يوصل لك رسالة وبدون ما يحكي انت تحسي فيها، تقولي حسيت في شيء. كتير احيانا منشوف اشخاص منقول حسيت في شيء، بس ما مننتبه انه هو من لغة جسده وصلنا رسالة معينة كان قاصد 100% انه يوصلها. بيعمل لك نوع من التوتر صدقيني، مع انه هو بدون ما يحكي متدرب يعني على القصة. تماما، يعني بيعمل لك نوع من التوتر بدون ما انت تنتبهي، يعني بتحسي حالك انك توترتي او انزعجتي بس ما بتعرفي ليش، تقولي مع انه ما حكاني بس اطلع. عرفتي كيف؟ فلغه الجسد كثير مهمه، وكثير مهمه ل يعني لمثل حضرتكم اعلاميين وهالقصص، فكثير مهم انه يكون الشخص عنده علم فيه. كثير مهم اليوم ليا، تعرفني شلون ننظم حركاتنا اليوم قدامها لغاليه كرمال ما تقدر تفهمنا بشكل صح. خلينا نحكي هيك عن لغة الجسد. هلا هو علم كتير قديم، يمكن اول كتاب
يعني نزل على السوق كان بالسبعينات عم يشرح شو يعني لغة جسد، ولكن هو موجود بالقبل. إذا رجعنا لأهل الكهف يعني وقت نشوف صور متحركة لأهل الكهف أو فيديوهات هيك ولو تخيلية، ما كان في لغة يعني إنه يقدروا يتحاوروا فيها، فكانت هيك الحركات إشارات يفهموا، فهي موجودة. فنحن قد شارلي شابلين كمان يعني لغة كان حواره صامت صحيح. كمان عن طريق لغة الجسد. نحن اليوم كيف نقدر نقرأ هاي اللغة يعني كمبتدئين كحدا يعني حابب يفوت بهذا المجال؟ تماماً. هلأ هي للأشخاص اللي حابين يفوتوا بهذا المجال أكيد بدهم يقطعوا لتدريب معين أو لكورس معين حتى يتدربوا. هلأ لغة الجسد حتى كتير مهمة تتدرب لكوادر عمل معينة يعني كيف الموضوع يعني لازم نحن نركز عليه هي تماماً. العمل والتقديم أكيد لعمل جديد يعني كوادر عمل، كيف أنا بدي استقبل، كيف أنا بدي أجذب، كيف يكون عندي القدرة أني أنا لم الناس حوالي أو أنا حتى أكون قوي بمكاني. هي كلها عبارة عن لغة جسد. يعني مثلا اذا بدنا نحكي بشغلات بسيطه، انت مثلا فايت لمكان ما انك حابب، عندك كثير مشاكل او عندك كثير افكار ما انك حابب تكون مكشوف ناح الناس، ما انك حابب الناس تعرف. اول شغله نحن بنركز على العين، العين اكثر شيء هي تكشف. العين الثالثة ولا العين العين الثانية؟ لا مو العين الثالثة، هون مرسل قوي. إذا نحن بدنا نرسل إرسالات طاقة هي العين الثالثة، أو حتى مسؤولة عن الحاسة السادسة اللي أنت كنتي عم تحكي عنها. لكل حدا عم يسأل شو هي العين الثالثة، هي هون تماماً هي الناصية نحن بنقول لها تمام. هون هي مسؤولة عن الأحلام، مسؤولة عن الكشف، الشيء اللي بيصير عنا الأمنيات تماماً، الحاسة السادسة، الشخص اللي قدامي تماماً. بس هي بنفس الوقت شغلة ما لها سهلة أبداً. يعني إذا شخص قادر مثلا يصل لشيء او هو عنده مثلا متدرب كثير وعنده تقنيات قادر يعرف افكارك عن طريق العين الثالثه، فهي اكيد لها حلقه ثانيه لانه شغله كثير اكيد حاكين عنها من زمان. تماما. فنحن اذا بدنا نحكي عن الحركات او عن لغه الجسد، فهو من طريقته من حكيه فينه يجمع الناس او فينه حتى ينفر الناس. بس مثلا مثل ما كنت انا عم بحكي، شخص عنده مثلا كم هائل من القصص ومشاكل وفايت لمكان ما له حابب هيك يكون، شو بيعمل؟ بده يكون مسيطر على حركاته. اهم شغله نحن بنحكي فيها بلغه الجسد السيطره، السيطره على حركاتك، السيطره على احاسيسك ومشاعرك وعصبيتك. ممكن تكوني انت بمكان ما بيصير نهائي تطلعي عصبيتك، او حتى ما لازم تورجي عصبيتك. نحن ناس ممكن يجيكي شخص مستفز يعني يكون هو قاصد انه يستفزك ليطلع شيء عندك، فانت بدك تكوني عندك قوه السيطره كثير قويه. كيف؟ اذا كنتي بمكان قاعده تثبتي مثلا نقعد هيك، اذا انت كثير بتحركي ايديكي الحركات بدها تكون مدروسه، إذا ما بدك أنت حتى تحركي إيديك خايفة يكون شيء حركة تكشف، نحن فينا نثبت نقعد هيك وبالفعل نثبت. يعني حتى في أشخاص بتحسي بتعرفين أنه جديد عم بيتدربوا كيف تحسي قاعد وحتى كامش لحتى ما يتحرك تماما، يعني أنه حتى ما يتحرك أنا ما بدي يكون مكشوف. تمام. هلا في اشخاص قد ما حاولوا الا ما يعملوا حركات بيحبوا يحركوا، في حركات بدها تكون مدروسه مثلا كحركات الايد انه هيك او شو يعني هيك. تمام. يعني هلا هيك نوع من انه التواصل يعني او نوع انه عم تفهموني عم تتواصلوا معي كذا. بس في عندنا حركات مستفزه مثلا، ممكن انا مثلا عم حاكيكي مثلا اقول لك انت اعمل لك هيك، هي حركه كثير مستفزه للشخص اللي قدامي، فيني اقول لك انت، يعني شفتي الفرق؟ هلا مجرد ما انا عم ورجيك الحركه انت بتحسي حالك بالفعل انزعجتي من هالحركه، بين ما اعمل لك هيك او بين ما اعمل لك هيك. صح. عرفتي؟ مع ان انا ما غيرت بالكلام، قلت لك انت او انت، فيني اقول لك حضرتك مثلا. بس في نحن مثلا احيانا بين بعضنا بنعمل تقول انه ليش هيك يعني، ففيني هي حركات بسيطه بس مستفزه. او فيني مثلا انا انت عم بتحاكيني انا مثلا اعمل هيك، دير بالخاتم اعمل هيك وانت عم تحكي، حركه جدا مستفزه. هي اني انا مالي غير مباليه بالشيء اللي انت عم تحكي، او العب بشيء موجود عندي او حرك قلم او شيء، انت لحالك بتحسي حالك انه بالفعل مزعوجه جدا، انه حديثك غير مهم. غاليه تمام. بس خلينا نركز على نقطه. هلا في كثير من الاشخاص يعني كثير بيحاولوا يقلدوا بلغة الجسد من أشخاص متأثرين هنن فيهم، يقلدوا يمكن بحديثهم، يكونوا بمكان ناس أشخاص عاديين ينتقلوا إلى مكان تاني يقلدوا الشخص اللي كانوا قاعدين معه. هي ما بقاها لغة جسد، هي صارت لغة بعيدة عن كل شيء. هون خلينا نحكي كيف إحنا أو كيف الشخص اللي حابب يتعلم لغة الجسد إنه خلص
يعني هي لإله او هي علم لازم هو يتعلم، وبين ناس عم تقلد اشخاص اخرين. تماما. هلا قد في كميه نفاق بين هلا؟ اكيد هلا في كميات نفاق كثير كبيره، والتقليد انت تجردت من حالك، انت مانك معترف اساسا بحالك، او الاصطناع. تماما، يعني انت ما عندك الثقه بحالك لحتى تواجه الناس، عم بتواجه الناس بشخصيه ثانيه، واللي هي انك انت عم بتقلد شخص لتكون مثله. معناته انت شو العلامات اللي بنعرف انه في تقليد، او بنعرف انه محشوك هذا الشخص بمكان تمام، ما او مصطنع كثير، او نظرات غلط؟ هلا عندك الضحك، عندك النظره اللي بتعمل انه هيك بطرف العين، نظرات العين. تماما، انه هي انه عم بتورجيكي اني انا هيك ومو هيك. عرفتي؟ في عندك كثير نظرات ثانيه، حتى عندك حركه الرجلين، يعني مثلا هي انه قاعده معك وعم تسمعك وكذا، بس بنفس الوقت هي عم بتهز برجلها، او عندك شيء ثاني رجلها اتجاه الباب. اتجاه الباب اني انا ماني مرتاحه ابدا، فورا بدي اطلع. عرفتي كيف؟ يعني في حركات بتوصلك اياها، او حتى بطريقه حركات ايديها مثلا بتعمل هيك او بتعمل هيك. عرفتي هدول حركات اللي هي كلها عم تقلك اني انا مو انا. هلا هي الحركات بتختلف عن هيك اشخاص عم بيقلدوا، وبين اشخاص عن جد هن قاصدين يعملوا هيك، يعني او حتى اشخاص عم بيمثلوا انه نحن هيك. كيف مثلا؟ مثلا شخص عم بيحاكيكي موضوع تمام، وعم عم بيكذب فيه، فورا هو عم بيحكي وعم يكذب، بتحسي عينه تلقائها، عقله الباطن بيعطيها. هسي فورا بيطلع على يمينه، بصير بيطلع لفوق، بيرجع بالنظره لفوق هيك. تماما، لا على اليمين حصرا، اذا عم بيطلع على اليسار، اذا عم بيطلع على اليسار معناته هو لا عم بيتذكر. أوكي. اما اذا عم بيطلع على اليمين معناته هو عم بيخترع الفكره، يعني عم بيخترع الكذبه فورا. وبتحسي ايده لوين اتجهت وهو عم بيحكي؟ على انفه، بيعمل لك هيك، بيحاول يخبي. ليه؟ لانه عقله الباطن عم بيقول له انت كذاب، من جوا عم بيقول له انت عم تكذب، فبصير بيخبي تمه، بيعمل لك ايه والله هيك صار، طب شو بدنا نعمل؟ بيحلف كثير وما في يحط عينه بعين الشخص. تماما، مقابله. فبتحسي انه انت هون بتحسي الشخص انه فورا طلع عليه، بتقولي ما له ساده هذا، شو عم بيحكي؟ تمام، يعني بتحسي في شغلات، او عندك الشيء الثاني يلي هو فورا شو بيعمل لك، بيصير الحركه الثانيه اللي هو والله انا ما عملت هيك، مين عم لك يا اولاد؟ عرفتي انه هي الحركه هي اللي انه هيك، انت هون بتعرفي انه هذا الشخص خلص، يعني عرفتي. ففي حركات معينه بتحسي اشخاص قد ما حاولوا يخبوا هن مكشوفين. عندك الشيء الثاني، اذا بدنا نحكي مجرد ما دخل الشخص لعندك، المصافحه، طريقه المصافحه بتلعب كثير دور. يا بتكوني انت بالفعل بتحبي الشخص وبتتوددي له، يا من مصافحته انت بتعملي خلص. غالية بس كورونا هلا كيف بدنا نقفرون؟ كورونا ما عم نسمع هلا. تماما، هلا بفتره الكورونا اكيد ما في. طيب قبل الكورونا وبعد الكورونا بدنا نحكي بعد الكورونا او قبل؟ لا اكيد بدها تخلص، اكيد ان شاء الله كل شيء سلبي بده يخلص. هلا طريقه المصافحه اللي انا بعمل لك هيك وانت بتعملي لي هيك، هي عن جد حميميه، بتحسي حالك انه هذا الشخص عن جد مشتاق، عن جد بحب. انا ما بحب سلم بالايد على حدا، انا هيك يعني هلا هي هلا اكثر. هلا من هون انت حدا كثير ودود، يعني انت حدا كثير ما بحب هي هيك. تمام، خلص هيك اذا ما بعرفه انه هيك بسلم، واذا بعرفه كثير بخاف. يعني انت حدا كثير ودود، انت حدا بتحبي تحسسي الناس اللي قدامك بمحبتك، اني انا بالفعل بحبك. هلا بس في عندك اشخاص بتجيكي فئه بتعمل لك هيك بطرف اصبعتها وبتسحب، اني انا عم توصل لك رساله اني انا ما عم بعطيكي ولا اهميه، يعني مالي مهتمه ابدا، انه اهلين هيك. يعني هذا الاسلوب كمان مستفز شخصيا. بس انت anyway ما مسكتي لايدها لحتى تحسسيها بهذا الشيء، يعني هي مسكتك من روس اصابعها. تماما، يعني هذا الشيء مزعج على فكره. يعني احتراما للشخص اللي قدامك، لا لازم يكون السلام ظابط 100%. طيب غالية، حكينا كثير تفاصيل عن لغات الجسد اليوم، بحلقات ثانية بدنا نحكي عن الابتسامة المصطنعة، وخاصة بزمن البوتوكس. اليوم ما قادرين نميز إذا هو عم يضحك أو عم يبكي أصلا، يعني تماما ما عاد في تعابير بالوجه أبدا. صح. بدنا نشكرك للمعلومات، نشكر حضورك معنا لليوم. ليك شفتي شلون زبطت قعدة إيديا؟ مشان وريا باتجاه الباب بدها تروح. ان شاء الله هيك تكوني انبسطتوني اليوم معنا. تدريب، القصه مثل بالنهايه انها تدريب، يعني بحاجه لتدريب. شكرا غاليه لحضورك اليوم. حبيبتي تسلمي. شكرا كثير لك.